يا شيخنا أبا عائشة، والله وطلاه وبالله وأيم الله، وكما يقول الإخوة في العراق والعباس أبو فاضل، السؤال حول من كنت مولاه، فعلي المولاه فقط. السلام عليكم. طبعا مجرد تعقيب بسيط على المناظرة اللي جرت بين الشيخ أحمد سلمان والشيخ أبو عائشة على قناة النجباء يوم أمس. طبعا أنا عندي تعقيب بسيط على الموضوع، وهو عتب بسيط على الشيخ أحمد سلمان. طبعا لا تتفاجئون من هذا العتب، لأنه بكل بساطة المناظرة لازم تكون بين شخصين كفؤ. فمثلا اختيار الشيخ أبو عائشة، هذه نقطة الخلاف، وي الشيخ أحمد سلمان شلون قبل يناظر أبو عائشة. فلما يكون موضوع المناظرة موضوع مهم مثل الغدير، فلازم يكون شخص كفؤ للشيخ أحمد سلمان، وما يكون برداءة، وعذرا على هذه المفردة، برداءة أبو عائشة. فشخصيا هو شخص بسيط جدا، ما نقدر نعتبره مناظر لشخصية مهمة في عالم التشيع مثل الشيخ أحمد سلمان. خليني أبين جهل أبو عائشة بهذه المناظرة، وليش هو مو كفؤ للشيخ أحمد سلمان. طبعا الشيخ وجه سؤال وإشكالية حول حديث الغدير، إنه حديث الغدير حديث محارب من الصحابة، وقطع على هذا المدعى 3 قرائن، منها ما موجود في مسند أحمد بن حنبل. ذكر الشيخ أحمد سلمان إنه لما إجى الشخص يسأل أحمد بن حنبل عن جزئية من كنت مولاه فعليا مولاه، فأحمد بن حنبل كان جوابه إنه اسكت، عوف الحديث كما هو أو ما معناه. أنا الآن أعطيك نص، وأخ عمار سجل هذا النص، وأريد من الشيخ أن يجيب عليه، رجاء أريد جواب. أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، إمام المحدثين، وهو أكثر من روى حديث الغدير في مسنده، دخل عليه رجل قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن قول النبي لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه، يعني ما تفسيره، ما توضيحه؟ قال: لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. حديث موجود في مسندي ورويته، لكن ليس من حقك. أليس هذا حرب على الحديث؟ إذا الحديث يمنع كل الناس من الحديث عنه، من شرحه، من بيانه، بالله عليك، أليس هذا حربا عليه؟ أجب على، أتمنى جواب على كلام أحمد بن حنبل تحديدا. تفضل. أنا أجيب على أخي وحبيبي الشيخ أحمد سلمان أن هذه الرواية عند الإمام أحمد عندما قال دع الحديث كما جاء، نعم دع الحديث كما جاء في صحيح مسلم، هذه الرواية الصحيحة. أما الزيادات لا تكلم في هذا، أتحدى أن أحدا عن كنت مولاه وليس عن شيء آخر. نعيد، أرجو من سماحة الشيخ أحمد سلمان أن يعيد توجيه السؤال للشيخ أبو عائشة، وأرجو أنه سماحة الشيخ أبو عائشة الالتزام بسؤال الشيخ أحمد سلمان. تفضل الشيخ أحمد. نعم أنا ادعيت دعوة أن هناك حربا على الغدير، ذكرت مصادق لهذه الدعوة. أولا إخفاء خطبة الغدير، ثانيا تقطيع حديث الغدير، ثالثا منع حديث الغدير. الآن أنا هذه النقطة، بما أن الشيخ طلب مستند واضح، كلام أحمد بن حنبل، أقرأ النص: دخل عليه رجل قال: قول النبي لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني المقدار الذي اتفقنا أنا والشيخ أنه متواتر. ما صحيح. ما وجهه يسأل عن المعنى وليس عن الصحة. متواتر. نعم. ثابت متواتر. قال: نعم. لا تكلم في هذا، لا دع الحديث كما جاء، محظور، دع الحديث كما جاء، يعني مثل ما يذكر الصفات أنه فقط نمشيها أو كما جاءت هي ولا نخوض فيها، يعني لا تتكلم في هذا الحديث. السؤال. أليس هذا حربا على الحديث؟ وأما قول الإمام أحمد دع الحديث كما ورد، فهو يدل على الرواية الصحيحة التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الروايات التي زاد فيها الناس ما زادوا، اللهم عادي من عاده ووالي من واله، هذه الزيادات نحن لا إليها. جيد. نتحدث الآن. سماحة الشيخ، الآن ننتقل إلى نص الحديث. ماذا
لا أستاذ عمار، عندي تعليق قبل ذلك عفوا. لو سمحت، يعني لابد طبعا. أن نحسم القضية، وحتى لو صارت حلقة أخرى لما أنا عندي أنا الآن. هو يقول أن أحمد بن حنبل يتحدث عن الزوائد. يا شيخنا أبا عائشة، والله وتالله وبالله وأيم الله، وكما يقول الإخوة في العراق والعباس أبو فاضل، السؤال حول من كنت مولاه فعلي المولاه فقط، لم يسأل السائل عن الزيادة ولم يتحدث عن شيء آخر. السائل يسأل عن الحديث المقدار المتواتر. أنتم ذهبتم شرقتم وغربتم، نترك القضية للمستمع المنصف. هذا أول. فرد الشيخ أبو عائشة مثل ما نقول شرق وغرب على موضوع وعلى جزئية جدا بسيطة وإشكال بسيطة من الشيخ أحمد سلمان. فهذا سبب بسيط خلينا نقول أنه الشيخ أبو عائشة نهائيا مو كفؤ لمناظرة شيخ رصين وشيخ ذا مكانة علمية جدا عالية مثل الشيخ أحمد سلمان. وبس، هو اللي كان عندي وياكم. في أمان الله.